طبعا يا حضرات، كالعاده مباريات النادي الاهلي ما بتكونش مجرد مباريات والسلام، لا ده بيكون دايما وراها مجموعه كبيره من الارقام المهمه، وفي بعض الاحيان ارقام قياسيه كمان. يعني لو اتكلمنا عن مباراه الامس، فالاهلي هو اول نادي يفوز ذهابا وايابا في نصف نهائي دوري الابطال لموسمين متتاليين، وكمان الوصول لنهائيين متتاليين لدوري ابطال افريقيا للمره السادسه في تاريخه. كالعاده النادي الاهلي بيحطم الارقام يا جماعه، ده التاريخ ودي الارقام. أيوة. يعني ما حدش بيجيب حاجه من عنده. والجميل كمان ان انت بتشوف فريقك، بتشوف الاهلي ان هو ماشي بكل ثقه، في طموح، ماشي في طريقه عشان استعاده لقبه المفضل وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الابطال، وكمان عشان يسعد جماهيره ويسعدنا جميعا ويوصل بقى للنجمه العاشر. الموعد هيبقى امتى؟ ان شاء الله المفروض 17 يوليو المباراه هتكون، او مباراه النهائي بقى امام كايزر تشيفز والجنوب افريقي في العاصمه المغربيه هيكون الدار البيضاء. ان شاء الله كل التوفيق مره ثانيه، وهنفضل نقول وندعي لغايه يوم المباراه الحاسمه باذن الله. وكالعاده مفيش فريق سهل، يعني امبارح كان لقاء الوداد مع كايزر تشيفز الحقيقه كان قوي، والفريق المغربي كان مسيطر على المباراه واهدر فرص كتير. على كل الاحوال ان شاء الله الماتش النهائي باذن الرحمن يكون لصالحنا. تعالوا بقى نروح على موسيماني اللي كان متالق امبارح، يعني كل التالق، وكان ليه شطات كتير كده هو بيقول يس، يعني كان تعبيراته كانت لطيفه جدا. والحقيقه كان امبارح برده تحكمه في مجريات الامور كان ملحوظ جدا، التبديلات اللي عملها كانت مهمه جدا. ويعني الحقيقه امبارح قال جمله في منتهى الاهميه، وهي ان كره القدم بتهتم دائما بكيفيه نجاحك في انهاء المباريات وليس بالضروره في بدايات المباريات. قال كمان ان النادي الاهلي قدامه خطوه واحده فقط تفصله عن اللقب العاشر.